متابعينا متابعي الطقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم ومساءكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر تحديثات الحالة الجوية لليلة والغد في عموم مناطق المملكة. نبدأ معكم التوقعات في منطقة الرياض. 6 درجات مئوية هي الدرجة الدنيا المتوقعة مع ساعات الليلة القادمة المتأخرة. أجواء صافية باردة مستقرة في منطقة الرياض وعموم المنطقة الوسطى، حيث تكون درجات حرارة أقل حتى من ذلك. نبدأ معكم الآن توقعات الخاصة بيوم الغد. نلاحظ معكم هبوب الرياح قوية في المنطقة الشمالية. هذه الرياح القوية في تلك المناطق هي مرافقة لمنخفض جوي يؤثر على مناطق بلاد الشام المجاورة. نلاحظ معكم العظمى فقط في سكاكا 13 درجة مئوية، في تبوك 15 درجة مئوية. نلاحظ معكم الصغرى منخفضة مثلا في تبوك 2 درجة مئوية، حتى أقل من ذلك في مرتفعات هذه المناطق. وتوقع قدوم موجة كبيرة من الصقيع والانجماد خلال الليالي التالية نظرا لتحرك المنخفض الجوي من بلاد الشام نحو الأراضي العراقية وانخفاض درجات حرارة الكبير في عموم المناطق أو القطاع الشمالي وبعض حتى المناطق الوسطى في المملكة خلال الليالي القادمة. نلاحظ معكم احتمالية لأمطار في منطقة عرعر مع نشاط للرياح مع عظمى بحدود 12 درجة مئوية. المناطق أو القطاع الغربي من المملكة أجواء مستقرة، درجات حرارة مائلة للدفء. في منطقة جدة 26 درجة مئوية هي الدرجة العظمى، المدينة المنورة 21، مكة المكرمة في منتصف العشرينات درجة مئوية مع أجواء مستقرة. في الطائف 18 درجة مئوية. التوقعات الجوية الخاصة بمناطق القطاع الجنوبي في المملكة الجنوبي الغربي، أبهى رياح نشطة 16 درجة مئوية هي الدرجة العظمى المتوقعة في هذه المناطق. كذلك الحال في منطقة الباحة، أكثر من ذلك بقليل أو بشكل واضح في جازان مع عظمى متوقعة في نهاية العشرينات درجة مئوية على سواحل البحر الأحمر بمشيئته تعالى. توقعات الخاصة بالمناطق الشرقية في المملكة العربية السعودية، نلاحظ معكم الدمام 18 درجة مئوية، أجواء مشمسة، هنالك إثارة للغبار والأتربة في منطقة حفر الباطن بفعل نشاط الرياح في كامل القطاع الشمالي. منطقة الإحساء العظمى بحدود 17 درجة مئوية. العاصمة الرياض 18 درجة مئوية، أجواء مستقرة، بريدة بحدود 17 درجة مئوية، وإثارة للغبار والأتربة متوقعة في منطقة حائل نظرا لقربها من المنطقة الشمالية. كان كل ذلك حتى اللحظة من طقس العرب. إلى اللقاء.